اهلا بيكم تاني. هنروح لمحافظه بورسعيد. محافظه بورسعيد كان في عدد من النشطاء كانوا اطلقوا دعوه لاطفاء انوار البيوت والمحلات، يعني كنوع من الاحتجاج على التطورات اللي حاصله خاصه في المحاكمه وقرارات الحكم الصادره في قضيه المعروفه اعلاميا بمحكمه استاد بورسعيد او قضيه استاد بورسعيد. وبالفعل حصل اطفاء جزئي لبعض المحال والمنازل، لكن التطور اللي حصل مساء اليوم ان في حسب ما اردنا انه في قوات امن اطلقت قنابل مسيله للدموع على عدد من المحتجين، وكان في عدد من المحتجين اغلقوا شوارع وطبعا اشعلوا نيران في منطقه فاطمه الزهراء بحي الضواحي، وحكايات زي كده وتطورات مختلفه حصلت في ظل بتاع في مشكلة في الحكم، في مشكلة في التطورات والتداعيات، قبول الحكم من جانب أهالي أو بعض الأهالي في محافظة بورسعيد. الموضوع شائك جدا في حكم قضاء صدر، وزي ما بيقال إنه الحكم هو عنوان الحقيقة، لكن واضح برضو إنه في حالة عدم رضا ما من جانب البعض على هذا الحكم اللي صدر في القضية. خلينا نسمع رأي مدير مكتب الأهرام ببورسعيد الزميل الصحفي الأستاذ خضر خضير. بعد مساء الخير، عايز حضرتك تنقل لنا وللسادة المشاهدين ماذا يجري في بورسعيد. مساء الخير عليكم جميعا وعلى السادة الضيوف. عايز أقول لسيادتك حاجة، أن النهاردة بعد تثبيت الحكم بالإعدام على 11 متهم في أحداث قضية بورسعيد، النادي المصري والنادي الاهلي في مباراه النادي المصري والنادي الاهلي، في عمليه احتقان غير عاديه، الناس حتى بالظلم البين، الناس حتى ان دول راحوا كبش كده علشان خاطر ارضاء لبعض الجماهير، الناس حاسه احساس غير عادي، ناس شايفاها تتعدم، فيها ناس مظلومه. طب استاذ خضر بعد اذن حضرتك، اولا ده مش حكم مجلس عرفي، ده حكم قضائي استند مفروض الى ادله، ويعني وما فيش عداوه بين هيئه المحكمه والقضاه وما بين المتهمين يعني. لا طبعا ما فيش عداوه خالص، هي اوراق، وهي كل الموضوع ان هم حسب كلام من الجميع او اللي هم شافوا ان هو سبق لاحد الوزراء في عصر محمد مرسي، ان هو قال ان دي كانت عمليه مدبره وان في حاجات كثيره من ضمنها ان ما فيش ولا دليل لغايه النهارده كاميرات المراقبه اللي موجوده في استاد النادي المصري ان هي صورت اي من ال 11 متهم ان هو حكم عليهم بالاعدام، ان يعني ان كان فيهم حد بيستخدم اي سلاح او اله او اي حاجه او قتل حد، وان اهالي المتهمين قالوا ان في جم خدوهم من البيت. طب استاذ خضر معلش بعد اذنك، عايزين نعرف بس حجم الـ يعني الغضب او الاحتجاج ايه، يعني هل فعلا كان في صدامات او ثوره شعبيه مثلا امن قومه ولا مجموعه نشطاء ولا اهالي المتهمين المحكوم عليهم؟ مجموعه من المواطنين من اهالي المتهمين النهارده قامت في منطقه فاطمه الزهراء، قامت في احراق بعض كاوتش السيارات، الحكومه الشرطه حاولت تتدخل على خاطر تفتح الطريق اللي هو تم احراق الكاوتش فيه، الاهالي القت الحجاره على سيارات الشرطه، مما دعا ان هي الشرطه ان هي تتعامل معاهم وان هي قبضت على مجموعه تقدر ب 10 افراد وبدات يعني تطارد المجموعه اللي كانت. كم واحد تقريبا المحتجين كانوا كم واحد؟ المحتجين مش كتير يعني مثلا يعني ما يجوش 1000. طب الوضع الحالي ايه في بورسعيد والساعه دلوقتي 11 وثلث؟ ايه الوضع الحالي في بورسعيد دلوقتي؟ حاليا في هدوء تام في بورسعيد، حالات الحزن الشديده اللي موجوده في بورسعيد حاجه يعني تفوق كل خيال انسان، الناس كلها حاسه ان اللي هيتعدموا دول هيتعدموا ظلم، وكل اللي بيطالبوا بيه عايزين بس اللي يكون يعني اسكان يبقى فيه دية تدفع لاهالي الشهداء بتاع الاحداث اللي حدث في بورسعيد، اسكان سياده الريس يتدخل ويبقى فيه زي تخفيف الحكم باعطاء
25 سنة سجن لأي شيء إلا إن هو مظلوم يتعدم. يتم تنفيذ الإعدام. أنا بشكرك الزميل العزيز الأستاذ خضر خضير مدير مكتب الأهرام بالإسكندرية. أعتقد إنها قضية مهمة، مش عارف الدولة تتعامل معاها إزاي. أنت بين شقي روحة زي ما بيقولوا، أنت عايز تطبق الحكم، عايز تقول إنفاذا للعدالة، وفي نفس الوقت أولياء أمور الضحايا دول 76 ضحية هيروحوا فين وهيعملوا إيه يعني. وفي نفس الوقت الجانب الآخر شايف لأ، إن ال 11 شخص دول أبرياء. الحكم عنوان الحقيقة. صحيح. 74 واحد قضوا، في 72 في الاستاد ساعتها، وفي 2 كمان أضيفوا اليوم. 74 واحد قضوا في تلك الأحداث وتلك الفترة، وست سنوات، ست سنوات كاملة. في فبراير، أوائل فبراير 2012 يبقى خمس سنوات. خمس سنوات أظن كانت فيها متداولة ومنظور أمام المحاكم. يعني دعونا في كل الأحوال نتمنى الهدوء والسكينة من الجميع وقبول قرارات وأحكام القضاء، لأنه في الأول والآخر في طرق تقاضي واللجوء لدورة القانون أهم حاجة. عايزين نروح لخبر تاني. النهاردة كان عزاء والد الماجيكو الساحر محمد أبو تريكة. أنتوا عارفين حضراتكو أن أبو تريكة لا يزال خارج مصر، ما رجعش. النهاردة العزاء حضر فيه عدد كبير من الشخصيات العامة، وكان أبرز الحضور الأستاذ علاء مبارك. علاء مبارك حريص دايما على حضور العزاء هو وأخوه، وأعتقد أن ده راجع للعلاقة القوية اللي كانت بتربط علاء مبارك، لأنه كان بيحب الرياضة والكورة، بالكابتن أبو تريكة. صحيح. يعني محمد أبو تريكة خلص العزاء ليه في الأول والآخر، فقد والده، والجنازة والتشيع كان في غيابه، بغض النظر أنه حتى وزارة الداخلية قالت ليس هناك ما يمنع ولا يحول دون عودته، لكن برضه يظل هناك عليه مشكلة وقضية واتهامات. نأمل أنه يتم يعني إخلاء سبيل أو إبراء ذمته من أي اتهامات في الفترة اللي جاية، لكن فعلا حضور علاء مبارك لافت النظر. أنت رأيك يا أستاذ أحمد؟ علاء، وخلي بالك علاء وجمال بقالهم فترة حريصين على حضور أداء الواجب كم العزاءات. يعني ما بحبش أحمل الأمور أكتر مما تستحق، يعني واجب عزاء، الناس رايحين يعزوا، وهل عليهم حاجة قانونية، عليهم أحكام، عليهم حاجة؟ لكن هو يعني عايزين نبدأ نعاملهم كمواطنين عاديين. يعني هم الناس لو عليهم حاجة يروحوا يتحكموا عليها، ما عليهمش ما يتصرفوا، يتعشوا برا، يروحوا يعزوا، يروحوا فرح شعبي، هم حرين. يعني مثلا إيه دلالة الخبر؟ أصل عارف إحنا لازم يقولك إيه، أصل أبو تريكة مش عارف تبع مين. هو مش تبع حد. أنا لو راجل عدوي اللدود عنده حالة وفاة بروح أعزيه، لو صديقي بروح أعزيه، يعني ده عزاء. الأستاذ مصطفى بكري كان صاحب القضية الشهيرة اللي قدم فيها بلاغ للنائب العام عن الأموال تتعلق بمبارك بخاصة بمكتبة الإسكندرية. بس لما توفت والدة مصطفى بكري فوجئنا بحضور جمال يعني وعلاء. انت لو واحد قدم فيك بلاغ او في ضد والدك او اقاربك، لا سمح الله، اي حد بعرفه بروح الدفن وبروح العزاء. حتى لو بينك وبينه، حتى لو عدوي اللدود، لو راجل ضربني بسكينه بروح عزاء ابوه او امه واروح احضر الدفن. ويا ريت تفتكروا الموضوع ده عشان لا قدر الله لو لا يا راجل يا طيب جرالي حاجه. لا لا بيني وبينك قاعد على قلبنا ابو حميد. عندنا اخبار ايه تاني؟ عندنا فضيحه في الاوسكار. يعني النهارده يعني كانت مفاجاه مضحكه جدا. طلعوا الناس على المسرح ابطال فيلم لا لا لاند، وطلعوا وخدوا الجوائز وهيصوا وفرحوا، وبعد ما اعلنوا الفيلم بيفتحوا الظرف لقوا العنوان غلط، لقوا الفيلم اسمه مون لايت. وهنا يعني من النوادر اللي بتحصل ان في حفل بهذه الضخامه وحفل العالم كله بيتفرج عليه ان يحصل خطا مطبعي زي ده. واعتقد ان زميلي العزيز محمد علي خير اكيد 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 هيحمل مسؤوليه هذا الخطا لشريف اسماعيل رئيس الحكومه المصريه. يعني هم اكيد استعانوا باحد الساده المسؤولين في حكومتنا ان انت تروح. يعني حدث ضخم، ينفع يحصل فيه خطا مطبعي بهذا الشكل؟ يعني وبعدين اوسكار، يعني لا هي طبعا جائزه الجوائز في السينما العالميه، هي خطا نادر في حفل الاوسكار، خصوصا اللي اكتشفوه هم صناع فيلم لا لا لاند بيفتح الظرف عشان يتاكد من اسم الفيلم الفايز بالصدفه كده، قال لهم يا جماعه ده مون لايت هو اللي فاز بالجائزه. طب تفتكر ده بقى لو كان صاحب فيلم مصري
وطلع ولقى مش اسم فيلم واسم فيلم تاني. كان دكن؟ طبعا دكن الظرف. لا لا حط الظرف في الجيب اللي جوه بس. فانت برضه لا وهيخمس اللي جنبه كاتب بص اكتم دلوقتي اكتم دلوقتي نطلع بس نطلع بالجائزه وبعد كده بحل لانك اول ما تطلع بيها صعب ترجع تاني يعني. لا بس بص من ضمن جلد الذات احنا لو كان حصل عندنا هذه الواقعه كانت الدنيا ولعت بشكل مش طبيعي وشككنا وكان طلع محمد علي خير يا حكومه حرام عليكي خدتي ضحكتي علينا في الجائزه وشريف اسماعيل اللي هو السبب. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ احمد ما بيقولش حاجه غلط يا اخوان. عارفين بعد الفاصل انا ناوي اعمل فيه ايه؟ انا مصفره كوكب من الكواكب السبعه بيقول لك الرحله دي تستغرق مئات السنوات وبقطر السعيد هيركبني قطر السعيد وانا رايح الكوكب الجديد. في خبر عايز اقوله لكم عن وزاره الكهرباء. انتوا عارفين ان المفروض في يعني تحرير سعر الكهرباء، يعني بالبلدي كده كل سنه 20% من الدعم على الكهرباء يتشال. كان السيد رئيس الجمهوريه طلب ان احنا يعني طلب من وزاره الكهرباء بدل الدعم ما كان هيتقسم على 5 سنوات رفعه يعني يبقى 7 سنوات. وكان في اول 3 فئات اللي من صفر لل 200 كيلو وات دول بياخدوا بسعر دعم 100%. النهارده مصدر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء قال ايه بقى؟ قال ان اعفاء الثلاث شرائح الاولى لمحدود الدخل من الزياده والتي تبدا من صفر وحتى 200 كيلو وات اصبح مستحيلا. يعني مفيش مواطن في مصر هياخد دعم كهرباء حتى محدود الدخل. بس الكلام ده يا ياسر يتنافى مع تصريحات شهيره لوزير الكهرباء لرئيس الوزراء السابق ايضا. هي مشكلة انه لازم تدي لمحدود الدخل فرصة انه يتنافسوا لانه عليهم ضغوط شديدة، واعتقد انه كان القرار الاولاني والاكثر رأفة بهؤلاء خصوصا محدود الدخل معروف امكانياتهم، بالاضافة لذلك لازم يبقى فيه حافز لهؤلاء لترشيد استخدام الكهرباء. انا لما بعمل حافز للناس سواء محدود الدخل او غيرهم لتخفيض استهلاكهم للطاقة غير تماما ما انه اقول له كلكم هتتعرضوا لهذه الزيادة اللي طبعا هتضيف عبء جديد على الأسرة المصرية. بص هو يعني طالبت قبل كده وأي عاقل يطالب بأن بالذات الفئة أو الدنيا اللي بتعاني دلوقتي من الأسعار أشد المعاناة صعب قوي إن احنا نحملها كم بزيادة كهرباء، فياريت نشوف لها حل. ولكن برضو الحكومة في أزمة غير طبيعية لأن تأثير زيادة الدولار زي ما على المواطن في البيض واللبن والسكر والأكل والشرب فهو على الحكومة في الوقود اللي بيشغل محطات الكهرباء تضاعف، فهي بتحاول تلم الدعم لقت البنزين تضاعف عليها والوقود بدرجة الضعف. طبعا عبء كبير جدا بس لازم حل، وليكن ندور على موارد او نحمل لحاجات جديدة، مثلا فيلات الساحل الشمالي يتباع لها مثلا كهرباء بسعر تجاري، الشركات مثلا الكبرى اللي بتسحب معاناة الوحدات الإدارية تعامل بشكل أكتر شوية في مناطق جديدة، يعني نشوف لها حل. المهم نخلي المواطن البسيط كفاية عليه الأسعار، ده رأيي يعني. هو بعد الفاصل أستاذ الدكتور هيمن متولي أستاذ علم الفلك بجامعة القاهرة وحوار حول اكتشاف وكالة ناسا للسبع كواكب الجديدة. طب ليه تعليق بس خير قبل ما نطلع؟ الراجل اللي جاي يا جماعة مش بتاع كواكب الجدي والحمل والترة، عشان في ناس فاهمة الموضوع غلط، دي كواكب أصلي وبتاع أبراج كواكب بتاع بلادها يعني كواكب ناسا. نطلع فاصل. بعد الفاصل الدكتور هيمن زين العابدين متولي أستاذ الفلك وعلوم الفضاء والأرصاد الجوية بكلية العلوم جامعة القاهرة. يشغل هيمن العديد من المواقع الخاصة بعلوم الفضاء ومن بينها المدرب المعتمد من مركز جامعة القاهرة لضمان الجودة والاعتماد. ويعد هيمن أحد العلماء الذين طالبوا بإعادة النظر في طريقة حساب أهلة الشهور العربية. شارك هيمن في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية في مجال الفضاء، حيث يمتلك سجلاً حافلاً في مجال الأرصاد وعلوم الفضاء، وله العديد من الأبحاث العلمية التي ترصد عالم الفضاء وحركة الكواكب.